الآن سنقوم بدي أشرح يعني الآن سنقوم بتوسيع نطاق بث الـ MP3 بتكلفة بسيطة جدا. نحتاج إلى MP3 شفرة، قطاعة، مفك، ملقط، سلك 10 سنتي، حام، وسلك نحاس من 75 لـ 80 سنتي. الآن نقوم بفك MP3 من هنا. ومن هنا نشيل الإسوارة ثم نقوم بفتحها بالطريقة هذه. نقلبها ونشيل أو نزيل الخانق هذا. هو الخانق نحميه من الجهة هاي الجهة هاي هذا هو الخانق أو الانتيويتر. نجيب السلك 10 سنتي هذه MP3 تستخدم تشيب BK1085 من أفضل وأقوى تشيبات. بين معك الرقم B3 إيه B3 BK أوكي مظبوط BK1085 نطل السلك ونلحمه بالنقطة من جهة الاي سي والنقطة هذه نخزو MP3 عشان نطلع السلك منه. نسوي عقدة عشان ما ينقطع. نطلع من هون.
الآن نقوم بجمعها. نقوم تسكيرها نضع الإسوارة الفيوز والغطاء. ثم نلحم السلك اللي يتراوح طوله من 75 ل 80 سنتي. طبعا هذه الام بي 3 تعمل على الاي يو اكس سيم وفلاش ميموري. معي فلاش هنا، معيش فلاش، معك فلاش هنا، نزقها بس هيك. الأصوات هي AUX سيم كارد سيم كارد USB. تبث الصوت من خلال هذه المداخل. هذا هو، بعرفش إذا مأمون بده شيء. كيف ما دخل؟ مأمون؟ مش مسوينه بالستيل هدول؟ طيب خليه بدون ريكورد هلا. اوكي. بدي اول شيء اشرح انه هدول بدخلوا هون وهون. ريكورد؟ اوكي. مداخل بنقدر ندخل على الام بي 3 مايك USB سيم.
نشغل الام بي 3 عن طريق محول 12 فولت دي سي نشبك البوزيتيف تبع المحول هون النيجاتيف هون حطه بالكهرباء بينت حط المايك طبعا نغير الشانل شوي بس اشوف الشانل كيف تتغير الشانل هون الفوليوم هون الفوليوم هيك بوطي بتوطي هيك بيعلي اعطى 16 نقدر نغير التشانل البث هون او نعلي تغيير الفريكوانسي فريكوانسي البث ندور على موجة فاضية ومنبث عليها الرينج تبع الـ MP3 لحظة بس اشوف 87 ل 108 من 87 ونص الرينج تبع الـ MP3 ل 178 بينات هذا هو